حتى نحكي أكثر عن الغردقة وجمال الغردقة وأيضا جمال المصريين بالغردقة وأيضا استقبالهم للسوريين. معنا لجين عبد الرزاق صحفية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا هلا. أهلا لجين. يعني مدينة الغردقة معروفة عنا وجهة سياحية عالمية، وبدنا نعرف تفاصيل الحياة بالغردقة، كيف الحياة، كيف النسيج السكاني وأيضا تقبل السكان الأجانب فيها. هلا الغردقة بالعموم هي محافظة سياحية، فأغلب الناس اللي موجودة بالغردقة هن غرباء، يعني بيجوا مثلا من محافظات الصعيد، من محافظات أخرى حوالين الغردقة وقريبة منها، عشان يشتغلوا فيها. تماما. فأعتقد أن وجود الغرب أو الناس الغرباء سواء أجانب أو مصريين أو عرب بالمنطقة صار أمر طبيعي، فساعد على تقبل السوريين بهذا المكان. الأجانب في كثير منهم متملكين وعايشين بالغردقة من سنوات طويلة، فوجود عنصر غير مصري بشكل دائم خلى الموضوع بعتقد أنه يكون طبيعي، بحكم أنه هي يعني دائما فيها ناس غريبة عندها. في عليها رجل. هلا حتى في قال أحد الأشخاص يعني في مادة مكتوبة على موقع تلفزيون سوريا بأنه السوريين يشعرون بأنه بيعرفوا بعضهم البعض، يمكن لأنه عددهم قليل، وأيضا يشعرون بالانتماء للمكان. أنا استوقفتني هاي الكلمة انتماء. إنه الانتماء، إحنا بهالأيام ندور على مكان هيك فيه شوية أمام ونحس بالانتماء. صحيح صحيح. تماما. هلا المدينه بحكم انه هي عدد سكانها قليل، يعني 200 الف نسمه تقريبا، في حوالي 300 عائله سوريه. هذا الكلام طبعا من عدد، يعني حكى عدد من السكان، انه عددهم هن بيعرفوا بعض، يعني بحكم معرفتهم لبعض لانه هن قلال، فبتلاقي انه مثلا اذا انت بدك شيء من هنيك فبيخبروك عن بعض انه فلان بيعمل كذا فلان بيعمل كذا، لانه هن عددهم قليل فبيعرفوا بعض. بالنسبه لموضوع الشعور بالانتماء، يعني كله كان عم بيحاول يتاقلم، يعني اي حدا بمنطقه غريبه سواء كان سوري عربي او حتى مصري عايش بهي المنطقه، شعور انه كله عم يدعم بعضهم عشان يحسوا بانه هذا المكان بيشبههم او بينتموا له. بالاضافه انه المدينه مدينه هادئه وامنه جدا، فهذا الشيء خلى انه الجذب السوريين لها اكثر، رغم انه هن عددهم مانو كبير، الا انه هن بيحسوا انه هذا المكان يعني صار انه بيشبههم، او كيف بدي اوضح لك اياها، بعد حاسين بالاستقرار فيهم. تماما. الدعم اللي بيتلاقوه السوريين من المصريين اللي حواليهم بهذا المكان، على لسان احد اصحاب المشاريع انه هذا المكان احنا ما بنشوف العنصريه غير على السوشيال ميديا، يعني صح بعموم مصر هذا الشيء ما انه موجود العنصريه، بس بهذا المكان لانه يعني مثل ما قلت متعودين على وجود ناس غريبه، وفيه خليط اكثر على تماما خليط سكاني كبير. شكلك مقربه اليوم يا لجين، مع سلامتك على تغيير الجو. الله يسلمك. طيب يعني على طول يعني بمصر الناس كلها بتمدح عن جد من استقبال السوريين، لكن يعني اليوم عم نشوف في مشاكل بخص موضوع الاوراق السوريين او حتى قبول المدارس الحكوميه للاطفال. بالنسبه للغردقه هل عم يعاني السوريين ايضا من هي المشاكل؟ هلا القرارات اللي عم تنزل فهي قرارات بتتعمم على جميع المناطق وجميع المحافظات. اغلب اللي موجودين بالغردقه نسبه كبيره منهم اقامات استثماريه، فهنا عندهم فأطفالهم تدرس بشكل أنه في أصلاً إقامة. بالنسبة للمدارس، المدارس الحكومية معه كرت أصفر بيقدر يدرس بالمدارس الحكومية بصفة لاجئ، في ناس كثير هناك لسه يعني مع كرت أصفر فهي بحكم اللاجئ، وفي ناس إقامتها الاستثمارية فهنا بيقدروا يدرسوا بالمدارس الخاصة، يعني بيتعاملوا معاملة المصري بالدفع، يعني أجور ما أنا يعني ما بتكون رسوم كتير كبيرة، يعني أغلبا ما في حدا هنيك متوقف عن الدراسة يعني. طيب بالنسبة للطبخ السوري، المطبخ السوري اللي هو حاليا منتشر في كل دول العالم تقريبا بسبب افتتاحه ل يعني المطاعم، أو السوريين فتحوا مطاعم يمكن بنص دول العالم وصلوا للقطب الشمالي، هل في خصوصية بالغردقة؟ يعني هل مثلا أنه لأنه في جنسيات مختلفة مثلا فينا نقول الكواليتي أعلى؟ الكواليتي بالعموم لما بيكون ما في عدد كبير
يعني ما بيكون في عدد كبير من المطاعم، بيكون بيحاول انه الشخص يبرز افضل ما عنده، يعني ما بيكون المنافسه عاليه فانا بس بدي بيع. وخصوصا انه المناطق السياحيه حتى يجذب السياح، يجذب السائح العربي والاجنبي، يجذب المصري، فدائما الكواليتي لازم يكون افضل يعني. في عدد كبير من المطاعم هنيك، اغلب اللي بيرتادوا هي المطاعم هن الاجانب ومصريين، كما قلت لك لانه عدد السوريين قليل، فاعتمادهم ما بيكون على السوري الموجود، اعتمادهم على الزبون المصري والسائح سواء كان مصري او اجنبي او عربي بالعموم، لانه هي منطقه على طول فيها سائحين سواء صيف او شتاء يعني. طيب بالنسبه للنشاطات والاعمال اللي بيشتغل فيها سوري ميلر دقه، هل عندك فكره؟ اي عندهم مشاريع متنوعه يعني، هي في اشخاص بيشتغلوا بالمقاولات، خصوصا انه هي منطقه فيها قرى سياحيه، فيها شاليهات، فيها فنادق، ففي ناس، في اشخاص بيشتغلوا بهذا المجال. بعرف اشخاص بيشتغلوا بمجال الحلاقه، القهوه السوريه، يعني في اماكن لبيع الملابس كمان سوريين. بس يعني كمان في جزء كبير بيشتغلوا بالمطاعم. حلو حلو، شكرا لك صحفية لجين عبد الرزاق، كنتي معنا من القاهرة ونقلتينا لأجواء الغردقة، شكرا.